عسكري، إذا كانت هذه السيطرة حقيقية لماذا يطالبون بالتدخل العسكري داخل سوريا؟ إذا كانت هذه السيطرة حقيقية كما يقولون لماذا تشكل حالات الفرار حالات خارج الحدود في سوريا؟ إذا هذا الأمر سيد شادي نحن نتحدث عن نحو 30 أو نحو 80 يوم منذ بدء معركة حلب على سبيل المثال فقط. روسيا قالت إنها اليوم كذلك إنها ليست متمسكة برأس هرم السلطة، إيران معنية بمشاكلها الداخلية، على ماذا تعول دمشق؟ ومتى كان رئيس في أي دولة في العالم يستمد شرعيته من دولة أخرى تقول متمسكة برأس الهرم أو غير متمسكة؟